دايما هيبقى في شكوى يا استاذه. احنا عندنا بيرسنت لازم يبقى في، لو عندي 1000 مسجون يبقى في على الاقل في 100 شكوى، لو عندي 10,000 يبقى عندي 1000 شكوى. الشكوى هتبقى يا اما انه مش عارف قواعد السجن فعايز يدخل اكل من بره ممنوع، لو عايز يدخل دواء من بره ممنوع، لازم يلتزم بقواعد السجن، لازم يخش على الدكتور والدكتور يقرر اذا الدواء مش موجود ما يقدروش يشتروه يبقى ممكن يدخلوه من بره. ممنوع يدخل اكل من الخارج بس ممكن يحط له فلوس في الكانتين ويشتري الاكل من الكانتين وهكذا. يعني ما فيش حاجة جوهرية نقدر نتكلم فيها هل هو يعني عيان وما تعالجش؟ أشك، يعني مستحيل إن هو يكون عيان وطلب إن هو يتعرض على دكتوره هيمنعه إن هو يطلع على أحوال السجون وينقل ده للخارج علشان يعني ينقل الواقع. إحنا لا عايزين لا تهويل ولا عايزين تقليل، إذا في أخطاء نقولها، إذا في قصور نقوله، إذا في عندنا مشكلة نقولها، لكن ما محدش يطلع حاجة يعني غلط ولا يهول في إنه السجون فيها وفيها وفيها. لا، كل سجون الدنيا فيها أخطاء. طول عمري بسمع تعذيب في السجون، عمري ما دخلت سجن والتقيت بالمساجين وقعدت بقى التقي بيهم على انفراد وحد قال لي إنه تعذيب. أنا بتكلم على السجون مش حاجة تانية عشان بس يبقى الكلام محدد.